ابنائي طلبة كليات الطب، الف مبروك التحقكم بكل احدى كليات القمة اللي هي كلية الطب او الكليات الطبية الاخرى زي كلية الصيدلة او كلية العلاج الطبيعي او كلية التقنية. الكورس دوت اللي هو Human Biology او An Introduction to Human Anatomy مهم جدا طبعا، علشان فيه هندرس اجزاء جسم الانسان او سيستم اجهزة جسم الانسان المختلفة، ومن خلال دراستنا المبسطة لجسم الانسان واجهزته هنتعرف على المصطلحات التشريحية في جسم الانسان والمستويات التشريحية، وهناخد اللغة او هنتعلم مع بعض اللغة والمصطلحات اللي هتخلينا نمشي في الطب كله. عشان كده انا ببارك لكم بالالتحاق بالكلية، وفي نفس الوقت بدعوكم للتركيز معايا في هذه السي دي اللي هتكون مهمة لينا طوال دراستنا في كلية.